أهلا بكم من جديد في استوديو الآن. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، ورياح معتدلة تنشط أحيانا وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية شبورة مائية صباحا. عبر الهاتف ينضم إلينا دكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية. دكتور محمود أهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم، صباح الخير عليك وعلى الساده المشاهدين. صباح النور. يعني كيف من الممكن ان تطمئن على حاله الطقس اليوم والايام القليله القادمه؟ هو ان شاء الله النهارده الاجواء مستقره الى حد كبير وقريب الشبه بالامبارح. درجات الحراره ما زالت حول المعدلات الطبيعيه، ارتفاعات نسب الرطوبه هو الامر الاكثر تاثيرا على درجه الحراره واللي بيزود احساسنا بارتفاعات درجات الحراره، خاصه على المناطق الشماليه سواء كانت السواحل الشماليه، الوجه البحري، القاهره المتاثره بارتفاع نسب الرطوبه. بخلاف كده ما فيش اي اجواء او ظواهر عنيفه خلال هذه الفتره. نشاط الرياح على اماكن محدوده برضه النهارده، مناطق من جنوب سيناء بتؤدي الى اضطراب الملاحه البحريه، مناطق من شمال وجنوب الصعيد قد تكون مثيره للرمال والاتربه احيانا على الطرق ولكن بشكل برضه غير مؤثر على الرؤيه. فترة التأثير على الرؤية بس هي فترة تكون الشبور المائية في الصباح الباكر، اللي عادة ما بنقول بتتكون بعد الساعة 3 فجرا وبتستمر معانا لغاية الساعة 6 7 صباحا، خاصة طبعا على الطرق الزراعية وعلى الطرق القريبة من مسطحات مائية. يعني على مناطق دون الأخرى بتقل معاها الرؤية الأفقية طبعا هذه الشبورة، فنرجو القيادة والالتزام بتعليمات الإدارة العامة للمرور بخصوص السرعة. طيب بالنسبة لارتفاع درجات الحرارة في وقت الظهيرة وفي بعض الأماكن أكثر يعني تعرضا لهذا الارتفاع أو بعض المحافظات، يعني إيه أبرز النصائح اللي حضرتك تحب توجهها للمواطنين؟ هو بقدر الإمكان هنتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة. احنا عارفين طبعا ان درجه الحراره العظمى عاده ما بتتسجل في الفتره اللي هي بعد الظهر لغايه الساعه 3 4 عصرا. خلال هذه الفتره بتتعامد اشعه الشمس على الارض وتتسجل فيها اعلى درجه حراره على مدار اليوم، فبقدر الامكان مش هنتعرض لهذه الاشعه بشكل مباشر لمده طويله او لفترات طويله. ايضا ارتفاعات نسب الرطوبه دايما بننوه عنها، نكون حذرين جدا خصوصا كبار السن والاطفال واصحاب الامراض الصدريه والتنفسيه بعدم تواجدهم في اماكن مغلقه او اماكن سيئه التهويه بقدر الامكان لارتفاع نسب الرطوبه. طيب اخيرا دكتور، بعض النصائح ايضا للمسافرين او اللي يعني بيقضوا العطلات والاجازات في اماكن ساحليه، حضرتك تحب تنصحهم بايه؟ مفيش كلام طبعا ان المناطق الساحليه رغم ارتفاع نسب الرطوبه في هذه الاماكن الا ان انخفاض درجات الحراره هناك بتتراوح درجات الحراره من 29 ل 30 درجه في المناطق الساحليه ونسيم البحر، كل هذه العوامل بتعمل على اعتدال حاله الطقس في هذه الاماكن، فعشان كده عاده من كل عام بنلجا الى المناطق الساحليه والمدن المطله على البحر المتوسط هروبا طبعا من ارتفاعات الرطوبه ودرجات الحراره في المناطق الجنوبيه. فبقدر الامكان اثناء القياده على الطرق نتجنب فتره تكون الشبوره بقدر الامكان، وايضا اثناء التعرض لاشعه الشمس نكون طبعا زي ما بنقول يفضل اثناء فتح الشواطئ ان تكون فتره نزول الميه بعيده عن فتره تعامد اشعه الشمس على الارض. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئه الارصاد الجويه.